بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا عن الله، من هو الله بالنسبة للمسيحيين؟ في الخروج 3:14 الله يتحدث عن نفسه ويقول: فقال الله لموسى أهي الذي أهي. أهي أو يهوى هو اسم من أسماء الله موجود في الكتاب المقدس. لا يعرف أحد كيف ممكن أن الواحد يلفظ هذا الاسم أو يقوله، لأنه كان فقط مختص لرئيس الكهنة أنه يقوله. فكان فقط الكهنة أو رؤساء الكهنة اللي كانوا ينادوا اسم الله باسم يهوى، كانوا دائما ينادوا اسم الله باسم أدوناي أي ربي، لكن لا أحد يعرف ما هو اسم الله الأعظم في العهد القديم. هو الله واحد، ليس له مثيل وليس له شريك، وهذا أيضا موجود في الكتاب المقدس. فمثلا في التثنية 6:4 يقول: اسمع يا إسرائيل، شما إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، أدوناي إلهيم أدوناي أحد. ما في يعني الله واحد أحد. أيضا في لما جاء أحد وسأل المسيح عليه السلام وقال له: أيها المعلم الصالح، فقال له المسيح: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. سبحان الله، هذه النصوص لحالها لوحدها تعبر وتقول أن الله واحد لا شريك له. طيب، إيش بالنسبة للآب؟ ليش هناك بيقولوا ليش المسيحي بيقولوا في هناك ثلاث آلهة، أو الآب والابن والروح القدس؟ نيجي أول شيء على الآب، وأنا رح أشرح لكم باختصار إيش المسيحيين بيؤمنوا. بيؤمنوا إنه هناك في ثلاث شخصيات، وهذه الشخصيات هي مدموجة ببعض وبتكون إله واحد. فمثلا بعطوكم أمثلة عشان يحاولوا إنهم عشان يحاولوا إنهم يثبتوا وجهة نظرهم. فبيقولوا مثلا: الله مثل الماء، الماء هو الغاز والسائل والصلب، وممكن أنه يتحول إلى ثلاثة أشكال. فزي ما هو بيقدر يتحول لثلاثة أشكال، هكذا أيضا الله يمكن أن يكون بثلاثة أشكال. هو الآب أي الله المفكر، العقل المفكر لهذا الكون والمدبر له، أو الابن المسيح المتجسد، أنه الله تجسد بشكل إنسان وصار المسيح، أو الروح القدس اللي هو يسكن في الناس. وراح أشرح عن كل واحدة بالتفصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة، وأرد على هذه الشبهات، لكن أريد أن أركز على الآب الآن. الآب هو أيضا اسم من أسماء الله بالنسبة للإسرائيليين، يعني بكل بساطة. ليش؟ لأنه هم كانوا يعتبروا أنه الله هو الشخص اللي كان يهتم فيهم ويرعاهم، وكان هو الشخص الذي طلعهم من الله هو اللي طلعهم من مصر ونجاهم من أعدائهم مثل فرعون والكنعانيين. فمثلا في مثلا أخبار الأيام الأولى بيقول: وبارك داود الرب أمام كل الجماعة، وقال داود: مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا، إله إسرائيل أبينا من الأزل إلى الأبد. وأيضا لما جاء المسيح علم التلاميذ أو الحواريين الصلاة قال: فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. في متى 23:9: ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. في كورنثس الأولى 8:6 بيقول: لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء. فبالنسبة النصارى الذين تبعوا المسيح الأوائل، كان بالنسبة لهم أن هناك في إله واحد وهو الله، وكانوا يسموه الآب لأنه هو الله الذي كان يعتني فيهم. سبحان الله. فإذا ما في هناك اختلاف كبير بالنسبة لله الآب، لكن المرة الجاية إن شاء الله رح نتكلم عن الابن، ورح أشرح لكم كيف هم يؤمنوا أن الابن هو ممكن يكون الله متجسد على شكل إنسان، ورح أرد على هاي الشبهة بإذن الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.